فتحت إذن البوابات اندفاع لأفراس الإنتاج عمر الأربع سنوات بمختلف درجاتها متنافسة على مسافة 1800 متر والبطولة النهائية لبطل الميادين. هذا الشوط المخصص للأفراس، 10 ميادين يمثلها 17 اسما في هذه الاندفاعة. مشاهدين الكرام، الانطلاقة تبدأ مع صباحات في المركز الأول ممثلة حائل تتقدم هذه الأسماء، ودلال الفهد ممثلة الزلفي في المركز الثاني، ومن المسار الداخلي أيضا لدينا هنا أنجلينا ممثلة الخفجي في هذه الاندفاعة. مشاهدين الكرام، هناك من الخارج لدينا بطولة ممثلة الأحساء في هذه الاندفاعة، وأيضا هناك لدينا خبرت قادمة من المسار الخارجي في هذه الاندفاعة. أيضا الحضور القادم من جداي الخير ممثلة الرياض في منافسة قوية، منافسة كبيرة تجمع أبرز الأسماء في كل ميادين المملكة العربية السعودية. جداي الخير تبدأ التقدم من المسار الخارجي، وأيضا المتابعة من بقية الأسماء. لدينا زحلاوية تحاول أن تتقدم ممثلة رماح، وأيضا حزام من الخارج الاسم المرشح يحاول أن يتقدم مع حضور جوديا ابنة اسكلير ممثلة القصيم، تتقدم الآن في هذه الاندفاعة القوية في ظل الحضور من إرجوانية في دخول خطير. بينما هنا على خط النهاية جوديا ابنة اسكلير تنتزع هذه البطولة، بطولة الأفراس، وتذهب بطلة للأفراس. ما شاء الله تبارك الله، جوديا ابنة اسكلير ممثلة القصيم بقيادة